أطلقت وزارة التخطيط فعاليات مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018 بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بهدف تطوير العمل ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة. نذهب مباشرة لنتابع هذا الجانب. في إطلاق مثل هذه المبادرات الموجودة دلوقتي واللي بتقدم أحدث التخصصات والبرامج العالمية المعترف بها فيما تحدثنا عنه النهاردة الصبح، في الذكاء الصناعي، في أمن المعلومات، في الطباعة ثلاثية الأبعاد وما إلى آخره. فإحنا مش بعيد، إنما الحقيقة بتصور إن إحنا سابقين كمان في الاتجاه ده، ويمكن ينقصنا، ما بقولش إن إحنا كل حاجة 100%، إنما ينقصنا تعميم وزيادة نطاق الاستفادة والتعريف أكتر بهذه المبادرات. النهاردة بدعو حضراتكم تروحوا وزارة الاتصالات في القرية الذكية، وزارة الاتصالات في المعادي، وزارة الاتصالات الأماكن الموجودة في اسكندرية، علشان تجدوا أطفال من سن 12 سنة بيتم تأهيلهم من المتفوقين بالتنسيق مع كليات علوم وأقسام الرياضة بحتة، لتم اختيار المتفوقين رياضيا ليتم تأهيلهم على أحدث البرامج في أمن المعلومات. بتمنى تروحوا تشوفوا الحاجات دي. ما نقوم به الآن هو كيفية دراسة ووضع رؤية لزيادة نطاق المستفيدين وتعميمها على المستوى المحلي. الحقيقة الجزء البشري لا يقتصر فقط على المهارات الخاصة بالتنفيذ فقط، إنما احنا برضو الصبح كنا بنتكلم دور الحكومة في المستقبل دور مرتبط بالبشر القادر على رؤية وصياغة والتنبؤ باحتياجات المستقبل. فاحنا هنا بنتكلمش على منفذين فقط، انما كمان بنتكلم على مستوى حوكمي بمهارات مختلفة. يتم دراسة النهاردة برامج متخصصة في اعداد الكوادر، واحنا بنتكلم على صياغة ديجيتال ترانسفورميشن لوزارات متعددة وقطاعات متعددة، بتعيد صياغة العلاقة بين الحكومة والفرد والحكومة 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 والمستثمر. من سيقوم بصياغة هذه الأفكار بتعتمد في المقام الأول على الإبداع، هو بشر في الجهاز الإداري للدولة. فبنتكلم النهاردة على محاور لها علاقة بالتأهيل المهاري التكنولوجي الخاص بصياغة هذه الاستراتيجيات. الحقيقة حديثك ربما يجعلني أنتقل إلى محور آخر معك أيضا دكتورة هبة، وهو ما يتعلق بتبني المعايير العالمية والممارسات المثلى. نحن نعلم أن هذا المحور مهم ويجعلنا نصف إلى مصاف الدول الكبرى والمتقدمة. دكتورة هبة، يعني حدثينا عن أهمية تلك المعايير، وما الذي ستتخذونه في مجال تحقيق المعايير العالمية والممارسات المثلى؟ هي مصفوفة متكاملة، بدأناها زي ما قلت في الأول الرؤية، ثم إحداث هذه الرؤية بتتضافر فيها الجزء الخاص بالبنية وإتاحتها، ثم الكادر البشري بمستوياته المختلف، الكادر البشري بمستوياته المختلفة وبتبني لغة العصر اللي موجودة ولغة التكنولوجيا زي ما الدكتور منصور بيتكلم، مصفوفة التعلم ومصفوفة التعليم. احنا بقينا كان دلوقتي تعلم، ما بنتكلمش على تعليم. صحيح. المصفوفة الخاصة بتحفيز الإبداع من هؤلاء الشباب. النهاردة بنتكلم على التميز، التميز هو أسلوب حياة، أسلوب حياة بيعيشه من الصغر لغاية ما يتخرج ويشتغل، وتحفيزه على الإبداع، ثم تقييم هذا الإبداع، ثم إثراء مزيد من الشغف في هذا الإبداع. في كل مرحلة من هذه المراحل توجد معايير وتوجد مقاييس عالمية لا تكتزأ فقط عند برنامج ثم بننفصل بعد كده في بقية أسلوب الحياة اللي بننتهجها. فالحقيقة المعايير الخاصة في البنية، والمعايير الخاصة في تحفيز الإبداع، والمعايير الخاصة في إعداد مصفوفة المهارات منذ الصغر والتعلم المستمر وهو في شركته وهو في حكومته، المعايير الخاصة في الشراكة الجديدة، أطر الشراكة الجديدة اللي بتحفز مزيد من الكراود سورسينج إمباكت. صحيح. من الفرد والمستثمر والجي تو جي والجي تو بي والجي تو كي والجي تو نون بروفيت اورجانيزيشن. بقى في كثير من النماذج واطر الشراكات اللي معتمده في الاساس على افراز ابداعي بشري له معاييره
ويمكن يعني مش كتير ابدا على الدول العربيه انها تبتدي تحط معاييرها الخاصه اللي بي 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 بتتبعها الدول الاخرى الهيئه قريبه. نعم دكتور عمرو، ايضا في بدايه الحديث تحدثت عن ما يتعلق بالارتقاء بالاداء الاكاديمي، ما هي متطلبات الارتقاء بالاداء الاكاديمي في الجامعات المصريه؟ حضرتك طبعا في اتكلمنا على زياده كفاءه الجهاز الاداري، وهنا انا لازم اشير دكتوره هبه معانا ميكانه الاداره وتدريب الاداريين على تكنولوجيا المعلومات، ده بيؤدي الى حاجتين، ده اكيد بيقلل الفساد عموما يعني، زائد انه بيحسن الكفاءه، واحنا شفنا الكلام ده الصبح اتكلمنا على موضوع الكفاءه. طبعا بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس طبعا في برامج كتير، برامج لرفع الكفاءة، بس برامج كمان لتحفزهم على الانخراط في أنشطة بحثية أو أنشطة توأمة مع جامعات أخرى. عندنا برامج مشتركة مع جامعات بتكون من فائدتها نشر ثقافات أخرى ليست بالضرورة أكاديمية، قد تكون مثلا ثقافات غربية أو أخلاقيات بحث علمي أو